الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وتعتبر العاصمة الثانية لمصر، وتقع على امتداد ساحل المتوسط بطول 70 كيلومتراً. بدأ العمل على إنشاء مدينة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر في العام 332 قبل الميلاد، وقد اتخذها الإسكندر الأكبر وخلفاؤه عاصمة لمصر لما يقرب من 1000 عام، حتى الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص في العام الميلادي 641. تضم الإسكندرية في طياتها الكثير من المعالم المميزة، تتنوع بين العديد من المتاحف والمواقع الأثرية، ومنها قلعة قايتباي، وتقع في منطقة بحري بأقصى غرب الإسكندرية، وقد شيدت في الموقع القديم لفنار الإسكندرية، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي ببناء هذه القلعة في العام الهجري 882، وانتهى من بنائها في العام الهجري 884. وقد كان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية، والتي هددت المنطقة العربية بأسرها. المسرح الروماني، ويقع في منطقة كوم الدكة وسط المدينة، وهو أحد آثار العصر الروماني، وقد تمت إقامته في بداية القرن الرابع الميلادي. هو المسرح الروماني الوحيد في مصر، وقد اكتشف هذا الموقع بالصدفة أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية في العام الميلادي 1960. مشاهدينا الكرام، مصر جميلة. طبعا مصر جميلة، شفنا الفقرة اللي فاتت، لغاية دلوقتي متأثرين بالكلام اللي احنا سمعناه ومبسوطين جدا، ولما بنشوف نماذج زي دي بجد بنحس بأمل، وبنحس ان بلدنا حلوة قوي قوي قوي، وان احنا بنحبها قوي قوي قوي، وعايزينها احسن بلد في الدنيا، وده حقنا وان شاء الله هيحصل. طيب خلينا نروح لفقرة جميلة برضو تانية، من الحاجات الجميلة اللي عندنا ان احنا عندنا كمية آثار سواء فوق الأرض او تحت الارض او في المياه. النهارده هنتكلم عن الاثار الموجوده في المياه في البحر الابيض المتوسط، لنا اثار كثيره جدا في اسكندريه او حوالين شواطئ اسكندريه. طب يا ترى الاثار دي المفروض ان احنا نسيبها في مكانها ولا نطلعها؟ طب لو سيبناها في مكانها ممكن نعمل عليها نوع من انواع السياحه، الغطس مثلا، ونشتغل على سياحه ورياضه الاثنين مع بعض، نعمل ايفنتس والناس تنزل تتفرج ونعمل حاجات كبيره، ولا المفروض ان احنا نطلعها ونعمل متحف كبير ونبتدي نظبط كده ونقول ونعمل ماركتنج ليها برضو، ونقول الله دي الاثار اللي احنا لقيناها في البحر. احسن حد بقى يكلمنا في الموضوع ده واحنا نبطل فاتي شويه هيكون معانا استاذ بسام الشماع، على المصريات الجميل اللي بيطلع معانا ودايما بنستمتع بلقاءاته. ربنا يخليك. اهلا بيك. صباح الخير، منورنا استاذ بسام. ودايما كده بنبقى حابين ان احنا نعرف عن تاريخنا ونعرف عن اثارنا وحضارتنا ومقتنياتنا اللي للاسف الشديد مش قادرين نستغلها بشكل صحيح. بنخصص النهارده ان احنا نتكلم على اثار الاسكندريه الغارقه. ايه هي اثار الاسكندريه الغارقه؟ اسكندريه فكره يعني عالميه، تشعري وكأن الذي بناها أو اللي صاحب الفكرة اللي هو الإسكندر الكبير، مش الإسكندر الأكبر. يبقى تصحيح نمرة واحد. حتى بالإنجليزي بتسميه إيه؟ ألكسندر ذا جريت. لو هو كان الأكبر كان هيبقى ذا جريتست، مش كده؟ فدي واحد. كان بيفكر في فكرة عالمية، بيفكر إن في ناس كتيرة قوي هتيجي للميناء العظيم ده، واحد. اتنين، هو ليه أشهر ميناء في البحر المتوسط أياميها؟ لأن هو المياه بتاعت المينا بتاعته اسمها ديب ووترز، يعني المياه العميقة، فده يسهل للمراكب إنها تخش وتركن بدون ما تخبط في صخر. أدي اتنين. تلاتة، المدينة ذات نفسها لما زارها المؤرخين زي ابن جوبير وزي ابن بطوطة ولما كتب عليها سترابو المؤرخ الشهير، قالوا عمرو بن العاص لما بعت الرساله لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ايه؟ قال له يعني دخلت مدينه، تمكنت من مدينه بها 4000 قصر وكمان 4000 حمام
والحمام هنا مش الحمام دورة المياه، حمام هنا يعني الناس بتخش وبيبقى فيه اجتماعيات وبيقعدوا يتكلموا ويتفقوا، وممكن جدا ثقافة وكمان نظافة. وقال له كمان فيها 400 مسرح، و400 مسرح ده يعني مش المسرح اللي حضرتك بتروحه وتقطع تذكرة وتخش تضحك او تخش مسرحية، المسرح ده ممكن جدا يبقى سياسة. ممكن جدا الساسة مجلس النواب والشورى وكده يقفوا في القاعة بتاعت المسرح ويكلموا قدام الامبراطور او قدام الحاكم ويبدأوا يتناقشوا مع بعضهم. فانت بتتكلم على بلد قيل عنها من احد المؤرخين قال لك ايه، مبانيها العالية ما شفتش زيها، ابن كبير بيقول لنا ما شفتش زي مبانيها العالية في اي حد، ولا شوارعها العريضة. الشارع العريض ده اختراع، ده اختراع ما كانش موجود في روما. البوائق دي بتاعتك انت في اسكندريه ما كانتش موجوده في روما كده. فبيقول حاجه عجيبه قوي، بيقول المباني ما شفتش عالي زيها، ولا تحت الارض المباني اللي تحت الارض دي عاليه اكتر من فوق الارض. ده بقى اجابه على التعليق بتاع حضرتك، في فوق الارض وفي تحت الارض. ده اتاري المباني اللي كانت منحوته تحت الارض اطول في الارتفاع من اللي فوق الارض، كما يقول لنا المؤرخ ابن جبير اللي زار المدينه. ده كان محفور يا فندم، يعني استاذ بسام خلينا تخيلها كده، محفوره في الصخر من تحت الارض. مزبوط. بكل هذا العمق وبكل هذا الاتساع، تخيلي يعني بلد تانية ومدينه تانية موجوده تحت الارض. لو نزلت الجبانه بتاعه كوم الشقافه اللي انتوا بتسمعوا عليها كتير دي، هي اتسمت كوم الشقافه لان الناس اللي كانت بتزور الميتين وبتعمل الطقوس الدينيه كانوا بياخدوا معاهم الزلع والقارورات، وبعدين بتتكسر فبتتحول الى شقافات شقافات شقافات، فعملت كوم الشقافه. عندك مثلا المسرح الروماني، الحته احنا عندنا اسكندراني فاحنا نسميها كوم الدكه. تسمعوا تملي عن كوم الدكه. ليه كوم الدكه؟ لان المسرح معمول من عدد من الدكك، الناس تقعد على الدكك، فجاه مع الوقت التراب غطى المسرح ابو دكك ده، فاصبح كوم الدكه البنش. وفي تسميه تانية ليها لطيفه قوي، كوم الدكه مش الدكة. وانا اللي اصح الاثنين تاريخيا ليه شغالين. ليه سموها كده ليه؟ ليه الدكة؟ لان التراب اللي غطى المسرح الدك، عشان يبقى تلج ماسك جاه نفسه، التراب مدكوك فسموه كمان. طيب جنب قلعة قايتباي من زمان جدا حتى قبل التسعينيات وقبل غيرها تم اكتشاف عدد، تم رصد عدد من الاثار في قاع البحر المتوسط بجانب قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية عندنا في اسكندرية في الحتة اللي احنا بنسميها الأنفوش عند القلعة. حلو. طيب في نفس الوقت بعض المجهودات الرهيبة طلعت في آثار غرقة في أبو قير، وطلعوا كم آثار من أبو قير تحفة. فلسه بكلم الدكتور الجماعي قبل ما نخش هذا الرجل العبقري، وعملنا مناقشة هامة جدا فادتني جدا في الآثار وفي المحاضرات المتواضعة بتاعتي. كنت بقول له ايه حكايه ان الاثر يبقى تحت في مياه مالحه، ولما يجوا يطلعوا عدد منهم يطلعوا عدد منهم من ابو قير او من قلعه قايتباي، ازاي هذا الهيروغليفي لسه محتفظ بنفسه لغايه دلوقتي؟ وازاي ابو الهول ده في ده اكتشفوا ابو الهول تحت المياه ريكامبن لسه قاعد، يعني لا هو واقع ولا هو جاي على جنبه ولا هو واقف، رغم ان في تيارات مائيه خطيره شغاله تحت. فنار الاسكندريه من ضمن اسباب تدميره موجات من التسوناميز. يعني انت اسكندريه جالها تسوناميز قبل اسيا، بس مش تسوناميز بالمنظر ده، تسونامي من اللي بيكسر بالحاجات اللي احنا شفناها. بقول لك الفنار ابو 120 وزياده متر ده من ضمن الاسباب اللي العلماء بيقولوا تكسر بسببه الموجات الجذريه والماديه اللي بتخش تكسر ويبقى في زلازل مائيه تحت الميه. فازاي الحاجات دي حاجه. فقال لي لا، هو علشان الاثر يتاثر بالعوامل ويتكسر لازم له يطلع فوق في الايه، في العوامل الطبيعيه بتاعت الهواء وكده. وكان مياه البحر المتوسط كانت بتحفظ، هي المنقذه هي الحافظه. هي طبعا حافظ الله سبحانه وتعالى ولا مكير. فطلعنا بفكرتين اول ما حصل الاكتشافات دي. الفكره الاولى، شيلوا التماثيل ديت من القاع وحطوها في متحف كبير في الاسكندريه ويبقى دي متحف الاثار الغرق. وفعلا هم طلعوا بعضهم وراحوا المانيا، عرضوها في المانيا، عرضوها في هنا وكده. والفكره الثانيه بتاعت شباب في اسكندريه كانوا كلموني، كانوا بتوع هندسه وكانت المشاريع بتاعت التخرج بتاعتهم متحف زجاجي يمشي فيه الناس يتفرجوا على الاثار الغرقه تحت الميه. لا لا انا واقف عندنا، معلش اشرح لي كده اكتر.
انت دلوقتي عايز تعمل انت متخيل نفسك عكس حوض السمك بقى. انت اللي هتبقى السمك جوه المايه صح؟ انت هتمشي في ازاز تتفرج بالظبط كده. برافو عليك. طب ما دي فكره هايله يعني، وكأن الاثار تنظر اليك يعني. انت الدخيل مش هم اللي هم انت الغريب يعني، مش هم اللي هم هتلاقي ابو الهول ماسك كاميرا وبيصورك يعني. هم اللي بيشوفوك بالظبط كده، تلاقي لك ابو الهول بيصورك وتلاقي الملك سيتي بيقول لك سيلفي. واخد بالك؟ فالفكره ان انت هتمشي في كوريدور او هتمشي في دهليز على راي عايده دهليز كويس. والدهليز دوت انا معجب قوي بالدهليز اللي قالتها النهارده الصبح دي، الكلمه دي انا بحبها اصلا قوي. عايده مديره التحرير. وانت ماشي هتشوف المتحف هيتعمل بطريقه ما ماشي مع الاثار الهامه، لان هم بالالافات بالمناسبه. الاثار الغارقه في قلعه قايد باي بالالافات من القطع، يعني في منطقه قلعه قايد باي هيكون بالالافات. واعمل واحد تاني في ابو قير، بيرنج ان مايند، حط في دماغك وانت بتعمل المتاحف ديت نقاء الميه اخبارها ايه، علشان تقدر تشوف بره الاخبار ايه. وانا واقف مع مجموعه سياحيه من الولايات المتحده الامريكيه كمرشد سياحي، فوجئت وانا فوق قلعه قايد باي وبشرح اسكندريه وبشرح القلعه، فوجئت بان المجموعه كلها مره واحده كده اهو، اللي هو انبهار. قلت ده 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 ام جود بقى، ده انا ده الشرح بتاعي تحفه وبتاع. طبعا ما كانش ليها دعوه بالموضوع ده خالص، هم منبهرين بحاجه. تكتشف ايه بقى؟ تكتشف ان ورايا على بعد خطوات كانوا بيخرجوا تمثال عملاق لبطوليمس للحاكم البطلمي الاغريقي، اللي هو دلوقتي واقف قدام المكتبه. واقفينه قدام رهيب المكتبة. عملاق كده عارفاه ده؟ عملاق رهيب كده، وكان من غير راس، لما اكتشفوه ان لقوا راسه راح حاطين له راسه وهيك. فكانت اللحظه اللي طالع بيها التمثال ده من تحت الميه، انت متخيل بقى، وكل ايه الغواصين حواليه في الميه بيحموه، وينش بقى بيشيل ومش عارف ايه، ده كان منظر مبهر. وجروا علينا الناس الفرنسيين، كان فرنسيين اللي شغالين مع المصريين، قالوا يعني لو تسمحوا ما تصوروش وبتاع ومش عارف حاجات كده. اللحظه دي لحظه يعني ما تنساهاش في حياتك طبعا. فسبب وجود هذه التماثيل يا اما كانت هي موجوده وحصل الموجات المائيه، او في كلمه تانية ان يعني في حاكم جه بعد كده هوت ورماهم علشان ما يخليش سفن الاعداء تركن في المينا ديت. فيبقى عندهم مشكلة يعني. ده كان اقتراح يعني تاريخي من ضمن الاقتراحات. نفس القصة انت بتتكلم على يعني، لو انت في اسكندرية هتفكري ايه؟ البطالمة، ممكن الرومان، كليوباترا السابعة، بيطولمس الاول الثاني الثالث، اللي هي فترة مكتبة الاسكندرية وتشييدها 700,000 لفافة ديت. للأسف الشديد الرومان حرقوها 48 قبل الميلاد، وهي كانت الخسارة الأكبر. وبالمناسبة حريق مكتبة الإسكندرية 48 قبل الميلاد أيام يوليوس قيصر وأيام كليوباترا السابعة، أنا بعتبره الخط اللي حضرتك تشديه بيفور أند آفتر. يعني في 8 بتسألونا هو حصل إيه للحضارة المصرية؟ إحنا يوم من الأيام كنا قادة العالم، إيه؟ الدروب حصل فين؟ هو الدروب حصل، لا أنا في رأيي لما اتحرقت مكتبة الإسكندرية، وأنا رأيي إنها كانت مقصودة. في مؤرخين بيقولوا مش مقصودة، وأصل النار طلعت وشبكت ومش عارف إيه والكلام ده كله. أنا رأيي إنها مقصودة، لأن روما مش عارفة تخلص على اسكندرية حربياً، تخلص عليها ثقافياً وفكرياً. وده اللي إحنا بنعلمه للفكرية، ده اللي أنا بنعلمه دلوقتي للناس 2015. خد بالك، عدوك لما ما بيعرفش يغلبك بالحرب والعساكر يغلبك. ولذلك الإسكندر اللي هو صاحب هذا الحلم، بالمناسبة الإسكندر الكبير الثالث المقدوني لم يرى الإسكندرية، ودي مفاجأة. هو كان صاحب الفكرة ولكنه مات، هو جه مصر وعنده 25 سنة، مات 32، فهو ما شافش إسكندرية. وكانت الإسكندرية لسنين عديدة الناس ماشية في الشارع حتى خرق، هكذا قال المؤرخ، خرق على وجوههم. الناس ماشية في الشارع حتى خرق على وشوشها قماش يعني. ليه؟ قال لك من كتر ما القصور كانت معموله من الرخام الابيض الجميل، الضوء بيضايق، كان مفيش نظارات شمس، فالناس بتخبي عينيها من الايه، من الضوء الجامد قوي دوت. هذا الاسكندر ما بين هذا الغازي القاسي، وممكن نضيف كمان بتوين تو براكتس دموي، لازم نعترف بيه، وما بين لما راح كلم داجنوس الراجل اليوناني الاغريقي دوت، لما قال له داجنوس ده فيلسوف عايش في برميل وكان بيمسك مصباح ويمشي بيه في الشوارع عشان يدور على honest man، يدور على الرجل الصادق، ما بيلاقيش رجل صادق، تبحث عن ايه؟ داجنوس فيلسوف وقاعد عايش في برميل. فلما جاله الاسكندر وسمع عنه راح له في برميل يزوره في البيت بتاعه، بيته برميل، فيلسوف مش عايز يعيش في بيوت، مش عايز يعيش في بتاع. ف
فقال له كلمة شهيرة. ماذا يعني اسكندر بيسأل فيلسوف بيقول له can I do anything for you, ممكن أعمل لك أي حاجة؟ أؤمر, أنا عايز أخدمك أؤمر. قال له أيوه تقدر تخدمني يعني. قال له أيوه, وقال له كلمة شهيرة, قف قليلا بعيدا بيني وبين الشمس. يعني ما معناها التاخر, أنت مش مخلي الشمس توصل. طيب خلينا نسأل السؤال التقليدي بتاع كل مرة, بس يعني مفروض نحن نسأله ونحاول ان احنا نفكر اكتر ازاي نقدر نستفيد من الحاجات دي. ايه اللي ممكن نعمله عشان خاطر نستفيد من هذه الاثار في مجال الاثار والسياحة؟ صحيح, اسكندرية مشهورة بحاجة جميلة قوي اسمها الرحلات السريعة, واحنا بنسميها عندنا في السياحة quick trips. الرحلة السريعة دي عبارة عن ايه؟ في واحد ما عندهوش وقت يقعد اسبوعين عندك في مصر, ما عندهوش وقت يروح مثلا يقعد اربع ايام على كروز في النيل, فبيعمل ايه؟ بياخد المركب بتاعة المحيط والبحر المتوسط ويقعد ينزل في مواني, ومنهم ميناء الإسكندرية. أوتوبيسات بتبقى محطوطة على الميناء يستقبلوك الساعة 5-5:30 صباحا, ياخدوا العربية ينزلوا بيها بقى القاهرة, يزوروا المتحف والهرم ويتغدوا وبرول بتاعه ويتغدوا, ويروحوا راجعين في نفس اليوم يركبوا المركب تاني الساعة 6 أو 7, والمركب ايه تطلع. فدي اسمها كويك تريب, دي بتتعمل في هنا عند بتعمل سفاجه, يعني ممكن المركب تنزل. انا يعني انا خدتها مره من المحيط ونزلنا في سفاجه وكده بورسعيد السويس, فدي ممكن نزقها شويه. ليه دلوقتي الكويك تريبس بتاعت اسكندريه تنفع اكتر؟ لان انت دلوقتي بعافيه شويه حته ان هو يقعد 10 ايام دي, فتعالى اقعدك يوم. طب انا مش عايز اروح القاهره, انا ما مقلق اي حاجه, فانا هقول له طيب ايه رايك الففك 5 ساعات في اسكندريه او 6 ساعات في اسكندريه وترجع المركب بتاعتك مش بعيد. هتطلعي من المينا هتزوري الات, يلا بروجرام ايتينري سريعا كده نقدر نعمل نوري الراجل السائح الجميل ده ايه في اسكندريه. وانت طالع من المينا هتلف يعني فورس ماجور, هتلف كده كده على المنشيه. تمام, ميدان المنشيه هو ده الميدان. تعال بص ادي تمثال محمد علي, مين محمد علي والحصان بتاعه مش عارف ايه, ادي البورصه القديمه اهي, والبورصه دي الحته اللي وقف فيها, الحته بقى بتاعت الميدان الكبير اللي وقف فيها جمال عبد الناصر وعمل الخطاب الشهير وكذا. يبقى ده واحد. تطلع تخش شمال هتلاقي الكنيسه بتاعت سان مارك, اي في نفس الميدان. فيا جماعه ده كله في الاوتوبيس وهما بينزل, واخد بالك؟ ادي يا جماعه وسان مارك, ومين هو سان ماركوس او سان مارك, واخد بالك؟ وبتاع ايه, ونشرح التاريخ بتاع سان مارك. نطلع منها على الجندي المجهول اللي هو على الكورنيش عندنا في اسكندريه, ده الجندي المجهول. نتكلم على الحروب شويه, الحرب العالميه الثانيه طبعا, واسكندريه والعالمين وكده. طلعنا على البحر, دخلنا شمال هتلاقي المحكمه, تعدي شويه تخش على الانفوشي, قريه الصيادين اللي على يمينك هتلاقي يعني لسه المراكب كده منظر تحفه, وبعدين تبص تلاقي الايه القلعه بتاعه قايد باي. وخد بالك انت ممكن تديله ساعه سكوبا دايفنج, مش لازم يبقى غطاس, ممكن تديله السنوركلينج ويبص من فوق, من فوق بس في اوقات معينه المايه بتبقى كلير قوي وواضحه قوي, ده انت ممكن تشوف الاثار اللي تحت المايه, ومعاك مرشد غواص معاك ويشرح لك الاثار الغارقه من فوق. مش لازم تبقى راجل غواص عظيم ولا حاجه, مجرد بس الايه الانبوبه والكده غواص غواص بقى. تعالى بقى انت معاك بقى سيرتيفيكت, خش بقى معاك شهاده خش. ممكن جدا متحف المجوهرات في سيزينيا, ده متحف رهيب بيوري لك قد ايه العيله المالكه كانت عايشه, مش عايز اقول لك عامله ازاي, والالمازات بتاع بينبهروا كويس. خش بعد كده هو على شارع فؤاد, اوله في المتحف القومي بالاسكندريه, حته متحف عن فيلا كبيره قوي وفيها ادوار, وجايبه بقى من الاثار الاسكندريه وغيرها لغايه حتى الاثار الاسلاميه في ايه في مكان واحد جميل قوي قوي, ده متحف عظيم كده. لو كنت عايز بقى عندك وقت, بس هي هتبقى عشان المواصلات هتبقى صعبه شويه, تعمل ايه المنتزه, حدائق المنتزه, بس دي عشان في اخر بس تبقى ريسك عشان انت عايز ترجع بدري او عايز ترجع بدري. لو عنده وقت يعملها, ما عندوش وقت خلاص. هي افكار حلوه على فكره. قوم الدكه عمود السواري اللي هو بومبيس بيلر, اللي هو البيلر بتاع اللي هو ايام ديوكليشن ايام الامبراطور ديوكليديانوس, وكمان عندك زي ما اتفقنا قوم الشقافه وحتت كتيره اخرى. اخيرا لو انت عايز تحط اسكندريه مره اخرى كمان على الخارطه السياحيه, ارجوك يا وزاره الاثار, كالعاده بنبعت رساله الى وزاره الاثار, سارعوا بافتتاح متحف اليوناني الروماني اللي بقاله سنين مغلق. سنين مغلق. السبب يعني قبل الثمانية مفيش اي اعلان ان هو بيتم مثلا تجهيز لافتتاحه او اي حاجه. هم قفلوه من ايام ما احنا كنا قبل الثوره كمان, يعني هو مقفول من قبل الثوره بكذا سنه.
قبل 2011 بكذا سنة. في كل مرة بنسمع فيها حكاياتنا وأثرنا وجدودنا إزاي كان يعني بنشعر بفخر شديد جدا وبنشعر كمان بحزن شديد جدا، لأن إحنا مش قادرين إننا نظهر للعالم كله الحضارة المصرية بما يجب أن تكون. للأسف يعني مازال عندنا خطوات يجب إن إحنا نركز فيها شوية عشان نقدر نستفيد ونفيد العالم ونفخر بتاريخنا بشكل أكثر. للأسف وقتنا بيخلص بسرعة مع حضرتك أستاذ بسام، لكن دايما بنستكمل المسيرة والحديث عن حضرتنا في لقاءاتنا مع حضرتك دايما. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بسام الشماع، نورتنا، شكرا لك. نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع مع حضرتك وآخر فقرة من فقراتنا في مصر جميلة.